إذن على هامش المحاضرة التي قدمتها الأستاذة والداعية الكبيرة الأستاذة فاطمة نجار تحت المنصة في التغطية الإعلامية، الأستاذة لماذا الحديث عن العفة أولا؟ الحديث عن العفة أولا للحاجة الملحة إلى إحياء هذا المفهوم وتحسيس به وإشاعته في جيلنا وفي شبابنا وفعلا عند أطرنا ومربينا لما نراه من ظواهر انحراف عن هذا المفهوم الإيماني الرائع، لأننا نعرف أن العفة هي الارتفاع عما لا يليق الإنسان على ما يجمل به على كل ما حرمه الله على القدر. فنحن تناولنا اليوم هذا الموضوع وخاصة من زاوية لأن المفهوم العفة مفهوم شامل يشمل أن يتجنب الإنسان كل ما لا يليق به على مستوى فكره وسلوكه ومنطقه، لكن نحن نتحدث اليوم عن شيء يخص الشباب وهو العفة في جانب الجنسي وجانب علاقة الجنس الإناث بالذكور. فجينا لكي نتحدث على أن هذا المفهوم نحتاج إليه لكي يعيش شبابنا حياة طفولية هانئة شبابية هانئة على مستوى المدرسة هانئة، لأننا نجد اليوم أن الانحراف عن مفهوم العفة أعطانا مخاطر على مستوى عواطف الشباب وتأجيجها قبل الوقت، مخاطر على مستوى إثارة الجانب الجنسي لدى الأطفال ولدى الشباب، مخاطر على مستوى التحرشات الجنسية، مخاطر على مستوى الاستهتار في العلاقة من علاقة في المدارس زمالة ودراسة إلى علاقة غواية ومشاكل. فجئنا لكي نحسس هذه المنطقة الهادئة هذه المنطقة الجميلة بأهمية إثارة هذا المفهوم وتحمل المسؤولية لكي رعاية الشباب رعايتهم نفسيا وفكريا حتى يخطوا بشبابهم خط الأمن، الأمن على أعراضهم، الأمن على فكرهم، الأمن على صحتهم، والأمن على علاقتهم. أستاذة كثيرا ما ترفعون الشعار لنعيش شبابنا بأمان، هل يمكن إدراج فئات أخرى في خانة العفة؟ نعم، العفة ليست مقصود منها فقط الشباب، العفة مقصود بها حتى الشياب، العفة تطال الحياة الزوجية، وحينما نقول يجب أن نعيش حياتنا بشباب لكي ننتهي أن نعيش العفة في الشياب، فلذلك ليس المقصود فقط هو فئة اليافعين والشباب، ولكنهم هم المقصود خاصة اليوم لأنهم الفئة أكثر تأثيرا بهذه ظاهرة الانحراف عن العفة، وإلا فالعفة مطلوب شرعي من التعقل، مجرد أن يتعقل الإنسان ويرشد ويختار أن يكون فعلا إنسان ذا علاقة سليمة مع ربه ومجتمعه، فالمطلوب أن يركب منهج الاستحقاق حتى يصل إلى مستوى الشيب وحتى يموت عفيفا، فالعملية عفة المفهوم يطال جميع هذه المستويات. أستاذ نلاحظ يعني واحد الضباب هي على المفهوم مفهوم العفة، لماذا التركيز على المصطلحات وهذه المفاهيم الكبرى عودة التركيز على مسألة اللباس خاصة في صوف الفتيات؟ لأنه قضية المفهوم مهم جدا، لأن المفهوم ذا حمولة إيمانية ذا حمولة تربوية ذا حمولة ثقافية، قضية اللباس هو جزء يطال مفهوم العفة، لباس المرأة فعلا لأنه العفة في اللباس والعفة في الحياة، لكن العفة ليست فقط لباس، العفة مقصد، قد يكون اللباس ساتر ولكن القلب فيه من الدغائن والحركية فيها من المساوئ. حيننا نأتي مثلا إلى القرآن لكي نستطلع تجليات مفهوم العفة نجد أن العفة عفة قلبية عفة نفسية عفة فكرية عفة في الحركة، جاءت إحداهما تمشي على استحياء، فلذلك نحن نريد أن نوسع ويعود المفهوم إلى المجتمع لكي نجمع جزئياته، فيصبح عندنا عفة عقلية. ما معنى عفة عقلية؟ أن يختار الإنسان ما يجمل به، أن يختار مفاهيم. مثلا أعطيك مثال، هناك عفة على مستوى مفهوم الحرية، مفهوم عفيف. ما معنى مفهوم عفيف؟ أن الحرية العفيفة هي الحر الذي ينضبط إلى مولاه، أما الحرية العفنة هي الحر الذي يتسلط على أعراض العباد وتسلط على حقوق المجتمعات. إذن حتى المفاهيم فيها المفاهيم العفيفة والمفاهيم غير العفيفة، فإذا نحن حينما نركز على المفهوم، لأن أولا مفهوم شرعي وده حمولة كبيرة جدا، وهو مفهوم إذا تجدد في نفسية وذهنية الإنسان أعادنا إلى بناء إن نريد أن ننشده أن الإنسان يستمد عفافه من مراقبة ربه، فإذا فتحت الحياة على الله على القدر أكيد ربحنا كثير من الناس. هي أنا قلت لك ساكنة طيبة منفتحة فيها مزايا كبيرة جدا، ولذلك أنا أقول لأهل ميدلز أن يساهموا في بناء وطني، أنه الثروة اللي كثير من المزايا ليست موجودة قد نفتقدها في باقي المدن، فأرجو أن يتحرك لها أصحابها تصبح مثل الجوار الطيب، مثل العلاقات الطيبة، مثل بر الوالدين، كثير من الخصال ما زالت موجودة في هذه المدينة، أرجو أن تصبح فيها مناولة ثقافية وفكرية حتى تصبح مكسب للجميع. وشكرا. ثلاث رسائل أستاذة بعجالة، رسالة للأباء. رسالة للأباء أن العفة منهج بناء تربوي. رسالة للأبناء. رسالة للأبناء عفوا تعيشوا بأمان في المستقبل.
رسالة لرجل التعليم. رسالة لرجل التعليم هو رجل مربي قبل أن يكون معلم، وحينما فقدناه فقدنا الخير الكثير، وأملنا أن يعود إلى أدواره ورسالته. أستاذة فاطمة نجدر، شكرا جزيلا.